للوقوف على ما جاء في بيان هيئة علماء المسلمين في العراق حول جريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد، ينضم إلينا عبر سكايب الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله، مرحبا بكم. دكتور، على الرغم من الإدانات الشديدة الرسمية والشعبية، إلا أن مثل هذه الجرائم تتكرر مرة بعد أخرى في مساس بمشاعر المسلمين، ومع الأسف الشديد دون حراك حقيقي يمكن أن يوقف مثل هذه الجرائم. ما تعقيبكم على هذه الجريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام. هذه الجريمة هي ليست الأولى من نوعها، ولا نتوقع أن تكون الأخيرة، وهي فاضحة للمنظومة الغربية وحقيقتها العنصرية والحاقدة على الغير، ولا سيما حقدها على الإسلام والمسلمين. وهذه الجريمة ولا سيما الأخيرة هي تؤكد على حقيقة أن هذه المنظومة، المنظومة الغربية، هي بعيدة عن ما يسمى بالحضارة، لأنه الحضارة بدون أخلاق وبدون تعامل إنساني وأخلاقي مع الآخرين لا تسمى حضارة. ويؤكد أن هذه المنظومة هي لا تفهم أو لا تتفاهم أو لا يمكن التفاهم معها إلا بالمنطق الذي تتعامل به، وهي تتعامل مع الآخرين بمنطق الاستعلاء والعنصرية كما قلت قبل قليل. ولذلك لا ينفع معها مجرد التنديدات الخجولة والبيانات الشجب هنا وهناك، بل لا بد أن يكون هنالك موقف حقيقي. ولذا جميع المرات الماضية التي واجه المسلمون مثل هذه المواقف، هذه الجرائم، بمواقف يعني خاصة الشعبية، بمواقف استنكار وغيرها، لكن كأن الغرب لم يجد أن هذه المواقف المنددة لجرائمهم مانعا للمضي بهذا الطريق وللعدول عن مثل هذا الحقد. ولذلك نجدهم بين الحين والآخر يمارسون مثل هذه الجرائم الاستفزازية للمسلمين، من تعبيرا عن حقدهم الدفين واستفزازا للمسلمين، ومن إثبات استعلائهم على غيرهم، ولإثبات هذه النظريات التي يؤمنون بها، وهي في ذات الوقت كأنهم يخافون من التصاعد الصوت داخل مجتمعاتهم التي تميل إلى الإسلام. لكن إن شاء الله تعالى مثل هذه الأعمال ستنقلب بالضد عليهم. نعم دكتور، لعلكم تابعتم ردود الفعل أو التصريحات المنددة، وأقصد بذلك الرسمية، أكثر من وزارة خارجية في العالم العربي والإسلامي نددت بذلك من دول مهمة في المنطقة العربية والإسلامية، ولكن ألا تعتقد بأن الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك من مجرد التصريحات التي قرأناها؟ يعني بالتأكيد، أولا نحن نشكر كل الدول التي صرحت رسميا، نتكلم نددت رسميا بمثل هذه الجريمة وغيرها، لأنه مقابل هذه الدول هنالك دول لا تزال صامتة وكأن الأمر لا يعنيها. لكن مثل ما ذكرتم في سؤالكم أن هذا التنديد وحده لا يكفي، وتعقيبا على ما جاء أيضا في كلامي في على سؤالكم الأول، مجرد التنديد والشجب هي تعبير سياسي لا بد منه، لكن لا بد أن يتبع ذلك مواقف حقيقية. والدول ولا سيما الدول الإسلامية تمتلك ما يسمى في العرف السياسي، تمتلك من أوراق الضغط الكثير الكثير لتقوم بواجبها تجاه هذا الدين الإسلامي، حماية الدين الإسلامي وحماية مقدسات المسلمين. ولذلك لا بد لهذه الدول، يعني الأجهزة الرسمية الحكومية العربية والإسلامية، أن تتضافر جهودها وأن تنتقل من قضية الشجب والبيانات الإدانة إلى خطوات عملية، وهي تكون حينئذ تكون خير رادع لهؤلاء، لأنه كما قلت أيضا في مستهل كلامي أن هذه الدول، هذه المنظومة الغربية، هي كأنه لا تتفاهم إلا بموقف منطقي القوة، ولذا القوة ليس شرط العمل العسكري وغيره، القوة أي أسلوب سواء كان اقتصادي أو سياسي أو غيره، والدول الإسلامية لديها الكثير من أوراق الضغط السياسي وأوراق قوة سياسية. دكتور، ربما هذا ما هو ملقى على كاهل
المنظمات الفاعلة ما دون الدولة، ونعني هنا هيئات علماء المسلمين والهيئات العلمائية في أصقاع العالم العربي والإسلامي، مؤسسات المجتمع المدني، النخب، المفكرون، الإعلام، كل هذه القوى الناعمة في المجتمعات العربية والإسلامية لابد أن يكون لها أيضا موقف واضح وصريح بهذا الاتجاه. يعني لا يمكن أن نتعامل مع البضائع السويدية مثلا أو البضائع الفرنسية وغيرها كما حصلت مقاطعة قبل ذلك للعديد من الدول التي أساءت للإسلام. ما المطلوب من هذه المؤسسات التي من الممكن أن يعني يسعها ما لا يسع الأنظمة الرسمية؟ لا ريب أن مثل هذه الأمر يعني لا يتعلق بالأنظمة الرسمية فحسب، وإنما كأفراد وكجماعات، وممن ذكرت التي هي مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسهم وطليعتهم المنظمات أو المؤسسات العلمائية في العديد من البلدان الإسلامية. واجب هذه المنظمات عدة أمور. الأمر الأول هي أن تذكر المنظومات السياسية في بلادنا العربية والإسلامية بواجبهم وباتخاذ خطوات عملية لحماية هذه المقدسات. الأمر الثاني هي توعية الناس والجماهير وحثهم على اتخاذ خطوات عملية للتصدي لمثل هذه الجرائم، وشعبيا مدنيا أهم وسيلة وأهم سلاح، وهو بالمناسبة سلاح قوي جدا ومؤثر في هذه المنظومة الغربية، ألا وهو سلاح المقاطعة الاقتصادية، ولا سيما في ظل وجود بدائل، البدائل كثيرة جدا، وأغلب هذه المنتجات الاقتصادية التي تأتي من مثل هذه البلدان ليس فقط يوجد لها بدائل، بل إنما هي ممكن أن تصنف كثير منها ضمن الكثير منها ضمن التحسينيات والكماليات، وربما بعضها في الحاجيات، وإن كانت هنالك مواد غذائية التي تعد ضرورية فكما قلت هنالك البدائل. لذلك الجميع عليه واجب الحماية، الدفاع عن مقدساته، المقدسات الإسلامية، والمثقف والواعي والعالم والإعلامي وغيرها عليهم التذكير والتوعية والحث والتشجيع، وعلى جميع المواطنين حينئذ يكون الواجب واجبا عينيا على الجميع ويبادر بالمقاطعة، فضلا عن الأساليب الأخرى في الشجب والاستنكار وغيرها بالكلمة ونحوها. أشكركم جزيلا الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا لكم.